بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لمازال ما اشتركتش في قناتي، ما ينسيش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنسوش تشغل جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. ويلا نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. بون، في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نوريكم حاجه مهمه جدا جدا للخياطه، واللي كانت من بين اسباب اللي خلتني نروح ندخل نتعلم الخياطه، اللي هي كيفاش نعملوا الكفه سواء الحجاب ولا سروال ولا جيب ولا اي تيني زعما كنتو باغين تلبسوها ولا كاين هناك يعني عده انواع من الكفات، وخاصه كي يكون عندك اللبسه تاعك ولا سورتو الحجابات يكونوا شغل غون مدورين من التحت. كانت تجيني شويه صعيبه كيفاش ندير لها الكفه، وكنت نحوس على خياطين وكيفاش يكفوها لي وكاع. دونك باش نسهل عليكم ان شاء الله راح نوري لكم ان شاء الله اليوم ايزاستوس كيفاش نخدموا الكفه باذن الله. اول حاجه راح نديرها هو شوفوا ناخذ الحجاب اللي راح نكفوه، اللي هو راح يكون طويل. انا دوكا نهضر لكم على الحجابات، انتم اي حاجه يعني ديروا عليها، ماشي زعما لازم حجاب. لازم ناخذه هو الاول، ولازم يكون مسوي ما فيه لا طيه لا حتى حاجه، اي حاجه فيها يعني حاجه مديفرمي ولا نسوها. ناخذه نسوه مليح بجهه الكتاف، من بعد نحطوا الحجاب يعني ليجي قدك، ولا يعني هذا في حاله ما اذا ما كانش عندنا القياسات وعندنا لبسه تجي قد الشخص اللي راح نكفوله. تجيبوا الحجاب تحطوه على يعني على الارض، لازم تكون مسوحه مليح ولا على بلاصه طابله تاع الاخر تاع التفصيل. تحطوه كما قلت لكم مسوي سورتو في جهه الكتاف، دوك انا نسوي هذيك البلاصه تاع الكتاف ومن تحت. نجيبوا الحجاب اللي راح نكفوا عليه، اللي عندنا الطول القياس الجست عليه، نحطوه قد مع الكتاف. الكتاف نحكمه بليزيبانكل ونهبطوه ونشوفوه من تحت. شوفوا هنا في التحت جاي ماشي دائري ياسر ياسر، بصح شغل لازمنا ناخذ حذرنا فيه. دوك نجيب الحجاب اللي راح ناخذ عليه القياسات ونرجع لكم باذن الله. بون، شوفوا معايا هذه الحاله الاولى اللي عندي. انا حطيت هنايا كما قلت لكم الكتف فوق الكتف، جوست شوفوا هنا هو الكتف مع الكتف، ها انا ومعاه جوست، ها هو تاني هنا الكتف مع الكتف جوست، ما خلي حتى زياده باش يجيني القياس سواسوا. هنا في التحت شوفوا واش عندي هنايا، هاد الحاله الاولى تاع الحجاب شغل جاي فيه الودنين، الشو كيجي هكا شغل تهبطو ايفازي. ماذا بكم تطلعوا شويه كما قلت لكم في التفصيل كي شحال نقدر نخدم معكم حجابات. هذه مولات الحجاب شغل هادو الودنين هما يديرونجوها يقعدوا يتحكوا لها. هذه حاله اولى تاع الكفان، مش عارفه كيف هادو كيف خيطوه جاو خلو في هادو الودنين. دونك نتبع انا هاد الودنين اللي راهم هنايا، نمشي عليهم 1 سنتيم. هنا شوفوا راه عندي جوست هنايا، هنا مانيش راح ننقص والو، مي الاخرين شوفوا على حساب هادي نتبع 1 سنتيم، نخلي يعني 1 سنتيم تاع الكفه تاعي ونبدا نصم نقاط ونوصل بيناتهم باش ننقص. الا ما عندكمش، انا نخلي 1 سنتيم على جال انه عندي سوفيلاج، الا ما عندكمش سوفيلاج تضطروا تخلوا 2 سنتيم. بصح لوكا كيما هادي يعني شويه صعيبه كي شغل الحجاب الاول قد مع الثاني، معليش هي ليسونسيال الودنين. كاين حاله اخرى كي يكون عندكم مثلا الحجاب هذا راكم تشوفوه الموف اللي من الفوق، هذا هو راه مريقل، اللي تحتو شغل كامل كيما هكا بنفس هذاك الحجم راكم تشوفوه هنايا، ماشي بزياده هنايا يعني كامل هاد القطعه شغل غون. هذيك كيفاش راح ديروا الكفه؟ تاخذوا مثلا كيما قلت لكم تخلوا 1 سنتيم تاع الكف تاع الخياطه، تخلوها مثلا كيفاش راح ديروا الكفه، وديروا مثلا من جهه مثلا كيما هاد الحجاب مفتوح من التحتاني مفتوح من الوسط، ديروا مثلا 3 نقاط هنا على حسب نتوما واش راح تكفوا، ديروا 3 نقاط وترسموا ديروا توصلوا بيناتهم، ومن بعد هذوك 3 نقاط تجيبوا المقص وتقصوا هنا مثلا هادو هما. هنا حبست تهزوا هذيك القطعه وتبداو تمشوها كشغل تولي هي مسطره، تهزوها وتولوا تحطوها هنا وتدوروا دوروا دوروا حتى تكملوا كامل، تجيكم سهله وبسيطه. دوك راح نقص ونرجع لكم ان شاء الله. بون، شوفوا معي اصدقائي الحاله الثانيه اللي كنت نحكي لكم عليها تحت، كي يجي كامل يعني طالع شغل داير. واش راح نجيب انا باش ما يبقاليش هنا في الاخر؟ راح نجيب قلم رصاص، يعني نخدم قلم رصاص عادي، ونجيب الميترا باش تشوفوا معي مليح.
هاد المتبع شوفوا راح نمشي عليه واحد الان سنتيم. هنايا انا قلت لكم ان سنتيم لانه عندي سوفيلاج، الا ما عندكمش سوفيلاج ديروا 2 سنتيم. شغل هنا عند الان سنتيم، وهاد شوفوا هاد الحجاب الثاني ما ماهوش محلول، شفتوا يعني دوك نوري لكم. حبيتوا تفتحوا من الجهه هذه ودوروا، حبيتوا من الجنب وكاع. دوك هنا على الحجاب الاول اللي راهو بالكفه تاعو نخلي 1 سنتيم، يعني قصنا حنقص هنا نتصمم نقص هنا. ولا عندكم ما عندكمش سوفيلاج تضطروا ديروا زوج كفات، ديروا حتى لاثنين حتى لثلاثه تقدروا وتمشوا بها دايره. دوك ندير ثلاث نقاط اللي قلت لكم عليهم، نوري لكم ان شاء الله كيفاش نكملوا الخدمه تاعنا باذن الله. شوفوا معايا الان بعد ما حكمت النقاط كيفاش كنت ندير هنا بستة. انا قلت لكم ثلاثه بعد سته، انا كي كنت نحط المتر تاعي هكا مثلا كنت ناخذ النقاط، ما بغاش كاع تتسوى. المهم كنت ناخذ النقاط من جهتين، يعني ناخذ من هاد الجهه بعد ناخذ من هاد الجهه. درك نسيو كيفاش نوصلوا بين النقاط هادو غير بالعقل، سينو استعملوا بيستولي ولا البيروكي باش تجيكم سوا سوا. وصلوا بيناتهم هكا غير فتاتة، يعني باش ما تخذلوش انحناء. درك نوصل بيناتهم ونرجع لكم باذن الله. بغيت نشوفوا معايا الان بعد ما وصلت بين النقاط هادو. الان بعد ما وصلت بين هاد النقاط راح نجيب المقص باش نوري لكم كيفاش نقصوا ان شاء الله. الان شوفوا انا هنا درت في الجنب، يعني ماشي في الجنب، يعني في الوسط، نقدر نفتح هنا ونكمل كامل. بغيتو نتوما خفتوا ديروا في الجنب كيما اللي تساعدكم. انا راح نفتح هنا، شوفوا معايا بسم الله هكا هنايا. بون باركولي على سلامتي، شريت بالطابل التصوير تاعو فور 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 هايل والله. ما كنتش باغا نشري اي بورطابل، بغيت زعما كنت نعاني مع التصوير وكاع. شريت دو كاميرا ما نفعونيش، اللي شريها ماشي شغل الفيديو تعيني فيه في المونتاج في الخدمه وكاع وفي التصوير شويه، دي فوا الصوت ما كانش، دي فوا الاضاءه ناقصه وكاع. بصح هاد البورطابل ان شاء الله يكون هايل، وقولوا لي اكتبوا لي في قناة التعليقات واش رايكم. البورطابل هذا اللي شريته هو كوندور ام 3 اللي هو اخر اصدارات كوندور من الهواتف. مانيش ندير في البيبليسيتي لهاد التليفون، بصح صراحه انا شريته على جال التصوير وكاع. دوك واش راح ندير الان، ناقصيت كما قلت لكم انا حليته هنا. دوك نقص هنايا حتى لهاد النقطه ونوري لكم كيفاش راح نستعملوا هاد القطعه كمسطره على باقي الحجاب هذا ان شاء الله. بغا نشوف الان بعد ما قصيت القطعه هذه كيفاش نستعملوها كمسطره، يعني هي نرفدوها نعود نحطوها على القماش تاعنا جوست، يعني نحطو في الحاشيه هنا جوست. درك هذا ما نسحقوش، سي بون دينا الكيسات لنا بغنم، لازم يكون الاخر مسوي. راح يعني واش راح ندير، شغل هذيك حطيتها جوست على القماش هنا، راح نكمل هنا وندور عليها كامل حتى نوصل لهذه النقطه. وهذه راح تكون كفه رائعه جدا جدا جدا، مش راح يجيكم ريغلو في هذا الكفه لغون. انا فضل انه يكون عندكم سرفيلاج علاه باش ما يدخلكمش الهواء، لانه اذا درتو زوج كفات على ضربه صافي بو يدخلكم الهواء كاع. يعني من احسن يكون عندكم سرفيلاج، ولا ما كانش تطلو شغل كي ديروا الكفه الاولى تخيطوا تعاودوا ديروا الكفه الثانيه وتخيطوا، خاطر الا درتو كفتين وخيطوا يعني شغل الاحتمال كبير راح يدخلكم الهواء وتولي ديك الكفه صامطه وداخلها هكا الهواء وكاع. دوك انا راح نكمل القص ونرجع لكم ان شاء الله. اي فوالا، هذا هو الشريط اللي نحيته بعد ما قصيت. شوفوا يجي كاع سوا سوا. دوك شوفوا هنا ثاني واش خيط على نصف سنتيم، ماشي حتى على 1 سنتيم، انا زعما خليت مليح 1 سنتيم. دوك اش راح ندير، ندير له سوفيلاج ونخيطو عادي. هذا بالنسبه للكفه تاع التحت، سواء نفس الشيء بالنسبه للسروال، بالنسبه للجيب، بالنسبه لليدين. واذا كنتو باغيين فيديو اخر تاع الكفه اللي تكون في الوسط ولا من الاعلى، كتبوا لي في خانه التعليقات وشوف اذا كان طالب عليها كثير راح ان شاء الله ندير لكم فيديو اخر. راح نخيطها عادي ونخيطها ونحددها ونعطيها مولاتها ان شاء الله. يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، اذا عجبكم لا تنسوا ديروا بيك 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 لايك، واذا عجبكم ثاني نوعيه الفيديو هذه كتبوا لي في خانه التعليقات وبارطاجوا هذا الفيديو مع اصدقائكم واحبائكم في شبكات التواصل الاجتماعي اللي تعمل فائده ان شاء الله. وما تنساوش اللايك لايك 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 لايك، دعموني باش تكبر قناتي ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.